مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا وعلى بركة الله تعالى إذن أعلنت انطلاقة شوط الختام لهذا اليوم وهذا التحدي هنا في تحديات إجذاع وانطلاقة الإمتاع والإبداع هنا مع تحديات هذه الشعارات والأسماء المتميزة، الأسماء الممتازة الذي تبحث عن الامتياز والتميز هنا في هذا الشوط. سيارة مشاهدة رصدت للفائز بالمركز الأول هنالك عند خط النهاية، فمن أجلها الجميع يتصارع الآن مع هذه الأسماء. نسير وإياكم إلى البداية الأولى وإلى الصراع الأول، البداية والصدارة. هنالك ظنون من تنطلق الآن هنا بتحديات وانطلاقة جابر بن علي بن حسين بن حرب المرية، ينطلق ويقدم لنا ظنون الآن هنا مع الصدارة والمقدمة الأولى في هذه اللحظات هنا مع انطلاق الظنون هنا بشعار بن حرب، ينطلق ويحارب الجميع من أجل هذا الناموس الغالي. هنا في هذه اللحظات ينطلق ويقدم لنا ظنون بالفنون الممتازة على الصدارة والمقدمة، بينما المركز الثاني وصل الآن وتقدم شعار شديدة الآن حاضر بكل شدة يقدمها البريدية، ينطلق من خلال هذا المسار الممتاز مع انطلاقة شعاره وتحديات هذا الشعار الكبير على المستوى الثاني، يلازم ظنون الآن ويقدم لنا فتنة هنا في هذا الحضور وهذا الانطلاق المميز هنا مع تحديات شعار بن جهمان. الآن ينطلق هنا مع الشاهينية وزيد بن راشد بن محسن المرية، ينطلق مع الصدارة والمقدمة، بينما المركز الثالث وصل الآن وتقدم شعار الكريبية، ينطلق ويقدم لنا تنبيه حمد بن عفاس بن صالح الكريبية المري، من يتواجد ويقدم لنا تنبيه الآن هنا مع شعار الكريبي، من يتواجد هنا في هذه اللحظات مع الصراع والنزاع، ولكن الجانب الآخر ورابع الأسماء يحمل لنا هنالك المتحدة سلطان بن شافية بن حمود العجمية، من ينطلق هنا في هذا الصراع، بينما خامس الأسماء والقادمة هنا جمايل جمايل ومحمد بن سالم بن محمد آل جحيش المرية، يقدم لنا جمايل الآن هنا في هذا الشوط، ومن تنضم كذلك مع كوكبة النجوم هنا شعار بن بثلة يتواجد على سادس الأسماء، ومع انطلاقة وتحديات الآن هنا في هذا الصراع، هنا انطلاقة وتحديات متعبة جار الله بن فهيد بن بتل المرية، وكذلك القادم على المستوى السابع هنالك الانطلاقة والتحدي هنا من شعار منصور بن خميس بن عجمي العجمي مع لحظة، ولكن العودة إلى هذه اللحظة حيث تواجد الشعارات الثلاثة على مستوى واحد على الصدارة، ولكن الكريبية ينطلق بعفاس هنا ويقدم لنا تنبيه هنا في هذا الانطلاق وهذا المسار، حمد بن عفاس الكريبية ينطلق مقدما لنا تنبيه هنا على الصدارة والمقدمة، ولكن أي ملازمة هنا مع انطلاقة المتحدة سلطان
بن شافية بن حمود الحجمية من ينطلق ويتواجد الآن جنبا إلى جنب مع انطلاق التنبيه. هنا الصدارة والمقدمة بينما المركز الثالث هنا زيد بن راشد بن زيد بن محسن بن انديل أهل مرية يتواجد على المستوى الثالث وتحديات ثالث الأسماء. بينما رابعا هنا جمايل ومحمد بن سالم بن محمد آل جحيش المري من يتواجد رابعا ويحتل ويقدم لنا جمايل. هنا في هذا الشوط بن بطلة يتقدم الآن يقدم لنا متعبة. هنا في هذا الشوط وجار الله بن فهيد بن بطلة المري قادمة الآن وصلت هنالك ظنون مع بن حرب ينطلق جابر بن علي بن حرب المري وصل بن منيخر الآن مع لحظة ومنصور بن خميس بن عجمية العجمية العودة إلى البداية إلى صراع الختام. هنا مع العجمية وسلطان بن حمود هنا ينطلق سلطان بن شافي العجمية ياهو صراع صراع الجذاع الآن هنا من أجل انتزاع السيارة من أجل انتزاع السلام يا أبو عفاس هنا مع تنبيه ولكن التنبيه الآن مع بن بتلة ومع متعبة الآن انطلقت وغيرت الأمور مع الصدارة جار الله بن فهيد بن بتلة المرية يغير إلى الصدارة. هنا رباعية على خط واحد الصراع والنزاع من أجل السيارة من أجل السلام مضيق الاتحاد. هنا مع هذه اللحظات تتحد الشعارات بكل قوى مخزونة الآن من أجل انتزاع السلام من أجل انتزاع الانتصار الناموس الأخير. هنا في المهرجان الغالي ختام بطولة الكويت. الله إني أرى خطر قادم الآن يفجر المفاجأة ينطلق الآن. الله يا الاسم القادم اخترقت الصفوف وغيرت إنها أسعفة. الله يسعفة. الله يا الاسم الغالي انطلقت مع علي بن محسن بن علي بن انديلة غير بن انديلة من أجل السيارة بوشافي يقود المجموعة ولكن وصلت الله يا الشاهينية وزيد بن محسن بن راشد ينطلق الآن ولكن اسعفة اخترقت الآن وصلت الله يا محارة وصل المسند هنا في هذه اللحظات ويسند الأمور لمحارة أصيلة ولكن اسعفة الله يسعفة وعلي بن محسن بن علي بن انديلة بمحسن ينطلق يحسن الانطلاق محارة المسند يا باي يا شوط الختام ينطلق المسند وناصر بن عبد الله بن احمد المسند والاسطورة او محمود بن محمد الوهيبي يقدم العروض الاخيرة والسيارة مع المسند. تهانينا والف مبروك لناصر بن عبد الله بن احمد المسند ثانيا. فكانت اسعفة وشعار علي بن محسن بن انديلة المري ثالثا. فكانت هنالك جمايل وشعار محمد بن سالم بن محمد آل جحيش المري. ورابعا هنا الشاهينية زيد بن راشد بن زيد بن محسن انديلة. وخامس الأسماء نترك لجنة الخط والتحكيم. هكذا كان مسك الختام وكانت محارة وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.